عايزين نختم بقصيدة انت ما قلتهاش قبل كده ولا سوشيال ميديا ولا على مسرح ولا على اي حاجة. ماشي بس الوصية. احنا 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 ممكن هتاخد 4 5 دقايق كده براحتك من جدا. وقتكم انت العظيم. ممكن بس المخرج بس يتفضل ويديني الكاميرا اكسكلوزيف مع منى العمدة واحلى كلام مع عمرو حسن الوصية. بودعكم وأنا معكم وبطلب تسمعوا شوية، أنا طول عمري بسمعكم. بقلبي يجوز يزعلكم لكن عمره ما يخدعكم. بودعكم وأودع كل ما بينا وكافة ما رأت عيني، فمن كان منكم ضدي وعاش مع ديني وأذيني فما اتمناش يودعني ولا ببكاه صدعكم. ومن كان له في قلبي نصيب فهذا حبيب وحوط دعاه بأسمعكم. وأما بعد، فهذا ما رأيت اليوم في ساعة نوم صحيت منها بعين أوسع وبال مرتاح. أنا هخرج من المشهد بنفس دخولي وأنا عريان، وأكبر حلم حققته مروري في الغابات إنسان. لا إيدي كسرت شباك ولا رجلي في يوم خطت على جثة. دخلت المدرسة الدنيا وخدت نصيبي من الحصة، وقد الفهم والتحصيل قد ما كنت واخد جميل وديب طيب. بحط دماغي آخر اليوم وأنا مظلوم ومش ظالم، ولو في حد كدبني فيعلم ربنا العالم. فعن مالي ما خدت الشيء، وعن بالي ما سبت الشيء، وعن وقتي فانا ولحد دلوقتي مخلص مجمله عن ناس. زهدت في كل شيء فيها وعشت حياتي بلاغيها وصاحب كل بلاويها، واقول معلش ما نبنيش من بياض القلب غير تجاعيد نمت على الوش. ودقت في دربها الضدين من الكافيار لحد المش، وعدت رجلي في دروبها خفيفة وقبل مكتوبها، ومرت روحي جواها متاهة تودي لمتاهة، وأقول دنيا وما تكلمش. نهاية الدنيا أسهل من وقوع الرمش، وكل اللي اتحكى عني كلام باطل. أنا دلوقتي في مساحة ملفش فيها ولا ماطل، كلامي زي ما هو بدون تزويق، وأي كلام ما قلتوش يعتبر تلفيق. فأوصيكم تمر جنازتي من ناحية ما أنا مريت، وترمولي السلام على البيت، وما تخلوش صحابي يتعبوا في المشي، كفاية سبتهم هما هناك ومشيت. وأما الدمع لو لين فهين واتركوه ينساب، وأما لو بكى عالي فحاسبه وسطكم كذاب. وعلى قبري ضيقة صمت وتدعولي بأن يشفع لي ما أصلحت لما أجرمت. 3 يمشوا في وداعي بقلب سليم، يزيدوا عن 1000 يمشوا بكتب عظيم. وراعوا وسطكم واحدة في شالها ريحتي وغيابي، وشاوروا الأم على بابي وقولوا البار، وحوطوا القبر بالياسمين مش الصبار، ومروا في هدوء بيليق على المشهد. وأوصيكم عيون كلبي ما تدمعش، وعصافيري ما تسمعش كلام عن موت. وأوصيكم توطوا الصوت في وقت الحزن، وتسقوا زرعة النعناع على حد الريحة ما تحاوط نواحي البيت. وحاجتي تنقسم بالعدل على الأصحاب، موبايلي ينكسر في وجود 3 شهود، ومش عاوز في يوم حفلة بكا وتأبين. هتلقوا في ناس ومش عارفين بينعوا في مين، وهتلاقوا اللي قتلوني بيبكوني على الشاشة. فشاوروا على اللي كان مني وقولوا ده حق، وشاوروا على اللي جاي يكذب وقولوا ده لأ. أنا جيت الحياة لوحدي وماشي منها لوحدي، وأصحابي اللي عاشروني يدوب كام فرد، فمش هبلع كمان الكذب تحت الأرض. وفي عزايا إذا حبيتوا تتقابلوا فياخد دمعتي صاحبي في بدء الصف، وهتحسوه لوحديكم في شكل الكف، وهتبصوا في عينيه تلاقوه بيسند روحه من الوقع، وقلبه السخن هيخلي إيديه ساقعة. فمروا عليه وبصوا في عينه تلاقوني، وأوصيكم في ساعة ما تركتوني تقولوا سلام. محبش في الختام أترك دموع وألام،
سلام يا أصحاب، سلام يا بيوت يا خطاوي، ما عدتش أضايق العالم بإزعاجي، ورايح يعني مش هاجي، ومش هخلف معاد مع حد بمزاجي، وأوصيكم بلاش تفترضوا سوء الظن مع غيري، يجوز غيري بسيط زيي وحاصرينه في دور شرير وهو بجد أجدعكم، بلاش نفس الغلط تاني، أذاكم حل موت يعني الحياة معكم، وخلاني وأنا بينكم بودعكم بودعكم. الله عليك. يعني هي وصية حقيقية؟ يعني أنت حاسس إن بعد عمر طويل؟ دي وصيتي أنا أصلاً، دي وصيتي. وصيتك أنت؟ وصيتي. يعني بعد عمر طويل هيسمعوا دي ويفتكروك؟ أتمنى والله بالخير إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله ربنا يديك طولة العمر. يا رب. الله يخليك. تفضل ممتعنا بالكلام ده. الله يخليك. تفضل تأثر فيا وفي الناس كده. الله يخليك.